وللمزيد حول تصدع تحالفات ميليشيا حزب الله ينضم إلينا عبر سكايب من بيروت المحامي وأستاذ القانون الدولي الدكتور طارق شندب. أهلا بك معنا دكتور طارق. حياك الله. أهلا بك دكتور طارق. بعد لقاء جبران باسيل بحسن نصر الله، هناك من يرى تغيرا استراتيجيا في توجهات التيار الحر، ألا تلحظ تغيرا في خطاب باسيل بعد هذا اللقاء وكيف تفسره؟ أولا، المرحلة هي مرحلة انتخابات، وهي مرحلة تحضير لانتخابات رئيس الجمهورية التي سوف تلي عملية انتخابات المجلس النيابي الجديد، وبالتالي كل فريق يحاول أن يسترضي الفريق الآخر لتحقيق مكاسب كبرى في المجلس النيابي لتحقيق أكبر عدد من النواب تمهيدا للانتخابات المقبلة. حزب الله والتيار الوطني الحر هم حلفاء وليس هناك أي خلاف، بل أن التيار الوطني الحر هو من يغطي ميليشيا حزب الله في لبنان وفي تدخلها في الشأن السوري وأعمالها الإجرامية هناك، وبالتالي هذا من قبيل فقط التمكين أو التقارب السياسي الانتخابي فقط. يعني كما ذكرت، ولكن التظاهر بعداوة حزب الله ولو كان سياسيا على الأقل لكسب أصوات اللبنانيين، إلى أي مدى يعكس فعلا تراجع شعبية هذا الحزب في الشارع اللبناني؟ لم يعد يستطع ذلك الحزب أو تلك الميليشيا المسماة حزب الله أن تستمر في أعمالها الإجرامية التي طالت ليس فقط لبنان وإنما سوريا واليمن والعراق، وشاركت بأعمال تخريبية في عديد من الدول العربية والأجنبية، وبالتالي هذا الأمر انعكس على بيئة الحزب وعلى بيئة الحلفاء الحزب، ومن أبرزهم التيار الوطني الحر الذي يزعمه جبران باسيل، وبالتالي هذا الأمر دعا يعني باسيل وغيره لاتخاذ مواقف تحاول استرضاء الشارع المسيحي والشارع وشارعه الانتخابي الذي بات يدرك تماما أن العقوبات المفروضة على لبنان وأن انهيار الاقتصاد اللبناني والفساد الذي يعتري الدولة اللبنانية سببه هو الميليشيا الإرهابية والسلاح والفساد الذي تحالف مع الميليشيا، ولذلك هذا كل فريق يحاول تغيير خطابه، هذا ما يسمى بالخطاب الانتخابي الذي لا يتوافق مع الخطاب السياسي العام وإنما هو خطاب مصلحي حصري ضمن وقت الانتخابات فقط. ما الذي يمنع التيار الوطني الحر من القفز من المركب إن صح التعبير بعد يعني إدراكه بأن حزب الله ويعني ميليشيا حزب الله هي السبب الرئيسي في خراب منظومة الدولة في لبنان؟ حزب الله به كتلة نيابية كبرى في البرلمان، والتيار الوطني الحر هو شريك مع هذا الحزب منذ ما يسمى اتفاق مارب خايل، وهو الذي سهل وصول رئيس الحزب هذا رئيس التيار ميشيل عون إلى رئاسة الجمهورية، وبالتالي التيار الوطني الحر يعرف أن لا يمكن لأي فريق لبناني أن يقبل التحالف معه، وأنه لا يمكن لأي فريق لبناني أن يقبل بانتخاب جبران باسيل رئيسا للجمهورية عدا فقط عن حزب الله الذي استطاع أن يفرض ميشيل عون بقوة التعطيل. التيار الوطني الحر قدم الكثير من التسهيلات على حساب الدولة وعلى حساب اللبنانيين وعلى حساب كرامة الشعب اللبناني وكرامة المؤسسات في لبنان لحزب الله، وغطى أعماله لقاء انتخاب ميشيل عون، وهو يريد أن يعيد نفس الكرة لضمان انتخاب جبران باسيل رئيسا للجمهورية، لذلك لا يستطيع أن يتركه. نعم، إذا يعني أردنا هنا أن نذهب بعيدا إلى أن مثلا تصريح جبران باسيل هو تصريح حقيقي وأن التيار بات في اتجاه آخر من ميليشيا حزب الله، ما المطلوب منه فعليا لإثبات حسن نيته في هذا الاتجاه؟ أنا دعني أخالف هذا التحليل قليلا. لا يمكن للتيار العوني أن يتخلى عن حزب الله، ولا يمكن لحزب الله أن يتخلى عن التيار العوني، باعتبار أن معظم الطبقة السياسية بما فيها التيار العوني تشاركت مع ميليشيا حزب الله في موضوع الفساد في لبنان عبر طريق وقاعدة أن الفساد غطى الإرهاب، أن فسادهم
وسيطرتهم على الدولة اللبنانية بقوة الفساد والسلاح وسلاح حزب الله مقابل أن يغطوا إرهاب حزب الله في لبنان وفي سوريا. فتشارك الفساد مع الإرهاب وغطى الإرهاب السلاح وغطى الإرهاب الفساد وغطى الفساد الإرهاب، وبالتالي هم أصحاب مصلحة مشتركة ليستمروا في حكم أو في السيطرة على ما تبقى من مقومات الدولة اللبنانية وعلى ما تبقى من مقومات الشعب اللبناني بعد أن انهارت كافة المؤسسات. وبالتالي هم حلفاء، وهذا الأمر لا يختلف عليه اثنين، ومصالحهم الانتخابية عميقة جدا بقدر لا يتأثر بتصريح من هنا وتصريح من هناك. جبران باسيل يحاول أن يستنهض غريزة الشارع المسيحي، وهذا يعني اعتبره حسن نصر الله سابقا أنه خطاب مباح لتأمين فوز حلفائه، وفي أكثر من مرة أكد على ذلك، اتركوهم يتكلموا حتى يضمنوا فوز الانتخابات. وبنفس الوقت حزب الله بنفس الخطاب يستقوي شارعه المسلح وشارعه الذي ينتخبه لتأمين أكبر عدد من النواب في هذا المصالح. في هذا السياق يمكن أن نتوقع من ميليشيا حزب الله تصريحات مشابهة لتصريحات جبران باسيل، يعني ضد التيار الوطني الحر. أكيد حزب الله هو حزب ولديه بيئة، وهذه البيئة تأتمر بأوامر مشغليها، وما يحقق مصالحه الانتخابية ومصالحه السياسية يمكن أن يلجأ إليه الحزب. وإذا لم يستطع تحقيق مصالحه السياسية والانتخابية عبر صناديق الاقتراع كما في العادة يلجأ إلى الاغتيالات وإلى سياسة الأمر الواقع بقوة السلاح، وهذا ما دأب عليه منذ عام 2005 و2007 في غزوة بيروت، وقبلها اغتيال رفيق الحريري، ثم اغتيال الوزراء والضباط والنواب، ثم التدخل في الشأن السوري ومشاركته في قتل المليون السوري والقيام بأعمال إرهابية، ناهيك عن ما يسمى مزارع المخدرات التي تضم أو التي تزرع في مناطق نفوذه بتغطية للأسف وسكوت بعض الأجهزة والدولة اللبنانية التي يترأسها الرئيس ميشيل عون. نعم، في ظل يعني هذا التضييق والمقاطعة التي تجري لميليشيا حزب الله، وأيضا يعني ليس هناك من أرضية شعبية لهذه الميليشيا، كيف تبدو فرص ميليشيا حزب الله والتيار الوطني الحر في الفوز في الانتخابات المقبلة؟ إذا أراد الشعب اللبناني أن ينتخب وفقا لما عاناه ووفقا لما شهده طوال السنوات الست الماضية من تدهور للحالة الاقتصادية والأمنية والسياسية والانهيار الاقتصاد وما حصل في لبنان وتدني قيمة العملة وفقدانها 95% من قيمتها وسرقة إيداعات الشعب اللبناني في البنوك، فإني أعتبر أن الشعب اللبناني عليه أن يلفظ نهائيا كل تلك الطبقة السياسية التي حكمت لبنان طوال الفترة السابقة. ولكن هل الشعب اللبناني يقوم بالانتخاب أو الاختيار بناء على الانتماء الحزبي الأعمى أم بناء على مصالح الناس وعلى ما تود أن يصل إليها من خدمات؟ أعتقد أن الشعب اللبناني بحاجة إلى أيام أكثر وإلى طول مدة أكثر لكي يعرف أنه يجب الانتخاب على أساس الكفاءة وليس على أساس الحزبية والمناطقية والقبلية. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفا عبر الهاتف من بيروت المحامي وأستاذ القانون الدولي الدكتور طارق شنباب، شكرا جزيلا لك.